وفي الدقائق الأولى من هذه المباراة والسعي لتفجير مفاجأة عالية داخل منطقة الجزاء، رأسية وجول، جول جول مايوكا مايوكا، من حقه أن يفرح تماما، قمة الفرحة، قمة الإثارة وقمة العدل والإنصاف في كرة القدم، من المرات القليلة والنادرة أن تكون كرة القدم عادلة ومنصفة. هذه الكرة وزامبيا تستحق التقدم بالفعل وسط اختراق لدفاعات أسود التيرانجا. الكرة العالية ورغم الأطوال ورغم يعني عواميد النور والزرافات في المنتخب السنغالي، ورغم ذلك فريق الأقزام، فريق قصار القامة الزامبي، يسجل بضربة رأس، يهز شباك كوندول وشقل باز وحركات أكروبات. عادت من جديد منتخب الزامبي واخد الموضوع جد، واخدين الموضوع جد، وانفراد تاني ولا يوجد تسلل، والتاني جول هدف زامبي تاني. مش ممكن ما يحدث في ملعب باتا، ما يحدث في استاديو دي باتا شيء لا يصدق. منتخب زامبيا، منتخب التشيبولوبولو، منتخب الرصاصات النحاسية، يطلق الرصاصة الثانية على أسود التيرانجا، يصطادوا للمرة الثانية في مصياد التسلل وهمية. كل ما يقوم به مدافع السنغال الآن هم ان هم بيطالبوا مساعد الحكم باحتساب تسللات وهمية غير موجودة. هو تقريبا نفس الراجل، هو ساني برضه، هو نفس المدافع رقم 3 ساني لاعب بوردو الفرنسي، كل مرة يرفع ايده ويطالب بتسلل غير موجود، غير موجود التسلل. كرة سليمة تماما، هدف رائع جدا، تمريرة بينية ولا اروع من كده، وانفراد وينجح للمرة الثانية المنتخب الزامبي في اختراق الحصول. رمية التماس تتلعب من ساني، عالية من ندوي، وكرة جول دامين دوي، يسجل أول الأهداف، يعيد المنتخب السنغالي إلى المباراة ويحيي الأمال من جديد. يعود أسود التيرانجا من بعيد، وقبل أن ينتهي اللقاء بأقل من 18 دقيقة يعود دامين دوي، استلام رائع وتسديد أروع بالقدم اليمنى، تأخذ طريقها فورا إلى شباك كينيدي مويني.